عادة الأمل، هكذا سميت هذه القافلة التي تنفذها اللجنة الصحية بإشراف من اللجنة العليا للإغاثة بدولة الكويت، والتي تهدف لدعم القطاع الصحي في تعز مستهدفة عدة مستشفيات في المدينة. القافلة عبارة عن 25 طن من الأدوية والمعدات الطبية، تستهدف مستشفى الروضة والثورة والصفا والتعاون وجميع مراكز الأمومة والطفولة في مديرية تعز الست. هذه القافلة محاولة لإسعاف المدينة التي ما تزال تعاني من الحرب والحصار، فخلال عام من الحرب كانت المنشآت الطبية وطواقمها هدفاً لرصاصات وقذائف الميليشيا. وبحسب تقارير ميدانية فإن نسبة المستشفيات والمراكز الصحية التي أغلقت بلغت نحو 95% من إجمالي عدد المستشفيات بسبب تعرضها للقصف المباشر وجراء انعدام خدمات الماء والكهرباء والمشتقات النفطية، بالرغم من أن المعونات التي كسرت الحصار واستطاعت الوصول قليلة، إلا أنها تشكل فارقاً كبيراً بالنسبة لمواطني مدينة تعاني كتعز.